شروط لا إله إلا الله محيط هاي شروط لا إله إلا الله شروط ديد واتضبع شرد كوباد وينقفك علم وياشو تاسون فينا سوماشا كسار سين الجهل كغسق ناضو إله سبحانه وتعالى وحيري فاعلم أنه لا إله إلا الله عثمان بن عفا وحلق سورين يا إلى رالا كنقضي إن الرسول كيرا عليه الصلاة والسلام قفك لنتا إسوغو أغ من حق لغو عبدين نوشرين إلهي موياني جنة دا يوغلي كاشر ديغ لبادنا واليقين إنو يقين سياهي بمعنى وإنو قفك أورانا يا يهي مد يقين سن وحي كلمة داني تسين إسو ولبا يقين قعان وإي إيمانكو قفك أومتر أيو إلا إنو يقين سدو موياني إن إنو كشركيو أما ظن يمالا وكما لا يستانح وترميسو إله سبحانه وتعالى وحويري كوا مؤمنين تاهي وكوا إله سبحانه وتعالى رمي يا رسول كيسا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأولئك هم الصادقون وحلو شرطيا في رمينة إيمان كوا إله سبحانه وتعالى رميين يا رسول كيسا أهان شايا هذين كوا أن كشركيين كلمة لا إله إلا الله أبو هريرة رضي الله عنه حلقة سورين يا إن رسولك إله عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحنقر من حق لقع عبدين وشرين إله مويانه وأن رسول الله إن نعنونا رسولك إلهي أن أطون كمومن كاهي تاس يدا أه كمشركيو إلا دخل الجنة إلا هدي الله لا أطون عن كشرك سنين جنة ذا أيو قليا شرط ديك صدحاد وإن أقبلو كلمدن وحي كوبسان يسو كلمدني ولو أقبلو قلبي كيسا يعرب كيسا إله سبحانه وتعالى وحي نوغاقي صودي تدكي هوري وركودي إيو إله سبحانه وتعالى إنو كار قوستي إدى كلمدن رديدي عليسي يعني أقبلين يكوي إيو اسكديدي شرد إيقا فراد وإنو هو كان سمقفكو كلمدن وحي تسينيسو تاسو ميشا كساريسا إنو كلمدن وكتغو إله بايير سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله عروة الوثقانة ولا إله إلا الله معناها يسلم وجهه بمعنى وإنه كان سمو يسوغ محسنة وموحدة أفكانه كان سمين إله سبحانه وتعالى محسنة آن أهان قفك سمن قنا يقفك بصدي بالعروة الوثقى كنت انت أذك ولا إله إلا الله شردك شناد وإنه رمي كلمة تاسو ميشا كساريسا إنو بينيو وإنو آر كلمة دانو يلاحظو سوغو رميسان قلبي جيسانا كرهو الشيغي يا عربكي صلى الله عليه وسلم إله سبحانه وتعالى وحيري أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين معاذ بن جبل رضي الله عنه وحلق سورين أينو يري رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري مجر قفقر يا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله سوى رنتها كرر الشيء يقلب جيسا إلا إله سبحانه وتعالى وحك حرما أو كيل عليا نارتها شرط قال لحادي وإن إخلاص كليمة دو تاسو معنى هذا يهي إنه كسف هو عملك يدمان أرمها أن كلمة دنيا إلى من سو سوى إله دراد ولا من يا كانت دير شركها إله بير سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص أبو هريرة رضي الله عنه على قصة ورنيا إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام تدك كيبا أمو ذنب أبو هريرة كوي رسولك شفاعة ذا مال انت قيامه رسولك يقول عليه الصلاة والسلام تدك وحو أمو ذنب شفاعة إذا وهلية قفك إله ذا لا إله إلا الله سوك إله الدرادة كتهي قلبي يسا إيا نفتي سلا بضبع شردك التطبات وإنو كلمة دانو تشعلاده تاسو كوبسان إيسا إنو تشعلاده وحي كلمة داني كوبسان إيسو إيا وحي تسيسي لبضبع إيا إنو تشعلاده dadka iyagu kalmadan ku amal falay ee uu gansamay shuruudeeda cid iyagu kalmadan diiday ee ka kufridayna uu noqo ilaahay baa yiri subhanahu wa ta'ala wa min an-nas man yattakhidhu min dunillahi amdadan yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah anas bin malik radiyallahu anhu halaga soo warinaya in rasuulku yiri alayhi salatu wasalam midkiinay mu rumaynin illa uu noqdo midan أكتيس لقك الجعل يجعل بدنيا هاي أنا نقول لا يجعل يهمي ولده ولد كيسة ولد كيسة يضط قاردا إذ الكود
والله أعلم.